ما كأنك يعني غير عادي. يعني خلاص يريحك رجلك هذه تريح خلاص. يعني هذه خلاص. خلاص هذه تريح. كأنك سوق أوتوماتيك. سبحان الله. تتمتع بغير عادي. ما شاء الله ما شاء الله. قلت برت سمعك ورا بشوف شلون تعشق شلون تمشي. هذا الريوس مزبوط. بدون كلتش. بدون كلتش نهائيا. وهذه رجلي برا تارك الباب مفتوح عشان يوضح. خلنا اخذنا برمي. لا ويقول لك ما علمس شيء من البلد ولا خرب ولا شيء. نهائيا. ومتى ما بغى لو بغى يبيع السيارة. بغى يبيع السيارة. ينقل الجهاز لسيارة ثانية عادي. لا. نعم ما يعني مو بخسارة عليه. هذا ديزل تعرف شوي طقيل الديزل الان يعني بدون بريك الحين نهائيا. لا لا البريك ما في ما نستخدم البريك نهائيا. عطره ثلاثة طيب يا راجل ممتاز جدا يعني مو طقيل ولا اي حاجه. لا بدون كلتش ولا بدون شيء نهائيا نهائيا نهائيا. طبعا عشان الديزل اي يوضح يصير شوي طقيل. هذا يصلح للبنات. حط الحين برد من فرضا الان الحين ندور من هنا. ايوه عادي فرضا هدينا الحين على البريك. نعم هديت يعني السرعه صارت المفروض بالرابع. هذا بالرابع نرجع طبيعي بدون اهتزاز بدون كلتش بدون شيء بدون اي شيء. طب ابغى الحين ثلاثه ترد ثلاثه. هذا ثلاثه نهدي السرعه وهذا الثالث هو بالثالث حاليا. اثنين طيب يلا. هذا الاثنين. بدون كلتش بدون شيء. نهائيا. لو وقفت السيارة بالخامس بالريوس ما تطفى نهائيا ما تطفى. وقف طيب الحين خلنا نشوف. نوقف كذا فجأة كذا والله وقفنا. وهي السيارة معشقة وقال. ما. حط لو بالخامس هذه بالخامس. يا راجل. نهائيا. هذا اللي يريح الناس كلها إن شاء الله. طيب لو البلد ما حبيبي ولا تجول البلد ولا تجول شيء ابدا. لا لا نهائيا بس فقط نحط الجهاز. جهاز وله ضفيره خاصه وله كمبيوتر خاص وله شاشه خاصه حقته وزر كهرب. متى ما بغينا نبي الكلج نعشق الكلج ضغطه زر بس. بس طبعا راعي السياره هذا طلب منا نخفي الزر عشان ما حد يلعب فيه. نخفي الزر موجود هنا اساسا نحطه بالعاده هنا ولا هنا اي مكان ضغطه زر وينتهي الموضوع يرجع طبيعي. هذا احسن ما